مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة اليوم حلقة خاصة جدا ومهمة للغاية، لأن احنا بنتكلم قبل ساعات قليلة جدا من انطلاق مباراة الأهلي وسموحة في بطولة الدوري العام، وبالتحديد في الأسبوع ال 18 من هذه البطولة المحلية، واللي أكيد هي غاية في الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره، ومنافسة تعتبر من ضمن المنافسات اللي بياخدها جمهور النادي الأهلي بجدية كبيرة جدا ومتعود عليها دايما النادي الأهلي. إن شاء الله الأهلي في طريقه للحسم هذه البطولة على مدار مراحل قريبة جدا بإذن الله تعالى، من خلال بإذن الله وصلت الانتصارات المتتالية. النهاردة كمان مباراة خاصة جدا في أرقام كتير هنتكلم فيها بخصوص مباراة اليوم ما بين النادي الأهلي وسموحة. هنكون معاكم في فترة محدودة جدا، حوالي 50 دقيقة بالضبط من دلوقتي، لأن طبعا عندنا بعد كده ملعب الأهلي ونظرة تحليلية لهذه المباراة، ما قبل المباراة ما بعد المباراة كما هو المعتاد. البداية نبتديها بأهم العناوين، يلا بينا. الأهلي يبحث عن الانتصار ال 17 في الدوري المصري. تأجيل مباريات الدوري غدا لسوء الأحوال الجوية. رسميا فيفا يرسل اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة وتطبيق بند الثمان سنوات. والليلة ليفربول يستضيف أتلتيكو مدريد وسان جيرمان يلتقي بدورتموند. مباراة مهمة بكل تأكيد بالنسبة للنادي الأهلي في ظل المباريات المتتالية على الصعيد المحلي والصعيد الأفريقي كمان، يعني بطولتين مهمين جدا بالنسبة للأهلي وجماهيره. الأهلي ماشي فيهم بشكل ممتاز، قفلنا الملف الأفريقي خلاص بالتأهل لدور نصف النهائي، دلوقتي كل التركيز منصب على الملف المحلي وهذه البطولة الهامة. النادي الأهلي قبل مباراة اليوم حقق 16 انتصار متتالي، وده رقم كبير ومميز جدا، لكن لسه ما عادلش رقم مستر مانويل جوزي، بالتحديد مستر فايلر، أو بالتحديد أهلي فايلر، ما عادلش أهلي جوزي من حيث الأرقام القياسية تحديدا والانتصارات المتتالية. مستر مانويل جوزي كان حقق 17 انتصار في موسم 2004-2005، بإذن الله تعالى بإذن الله يعادله النهارده مستر ريني فايلر بعد ما حقق 16 انتصار سابقين، إن شاء الله من خلال مواجهة سموحة الصعبة جدا بكل تأكيد الأهلي يقدر يصل للانتصار رقم 17. أيضا هي مواجهة خاصة جدا ومهمة لعدد من الأسباب، من ضمن أهم هذه الأسباب إن أنت بتحاول تواصل مشوارك الجيد في بطولة الدوري سعيا نحو الحسم المبكر. وميزة الحسم المبكر هنا بالنسبة للنادي الأهلي إيه؟ ميزته إن أنت تحاول بقدر المستطاع قبل دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا تكون متفرغ بشكل كامل، أو على أقل تقدير متفرغ بنسبة مئوية عالية جدا بخصوص حسم بطولة الدوري، فبالتالي يبقى تركيزك كله منصب على بطولة دوري أبطال أفريقيا. طبعا متفاهم جدا إن لاعبة النادي الأهلي الجهاز الفني عقليتهم وثقافتهم تسمح لهم جدا جدا بالفصل المناسب ما بين كل بطولة، سواء البطولة المحلية أو البطولة الإفريقية، لكن في كل الأحوال أنت أهدافك كلها محددة ومعروفة قبل كل مباراة، أن أنت بتخوض أي مباراة للفوز والانتصار، ده هدف أساسي بالنسبة لك. طبعا وارد أن أنت في أي مباراة من المباريات لا قدر الله يحالفك عدم التوفيق، يعني أو ما يبقاش فيه توفيق بالنسبة لك في اليوم ده، نتمنى الحليف طبعا دايما يكون التوفيق المولى عز وجل بالنسبة لفريق النادي الأهلي، لكن في كل الأحوال هي كرة القدم. إن شاء الله النادي الأهلي من خلال مباراة اليوم يواصل انتصاراته ويواصل أداءه المميز بالتحديد على مدار الفترة اللي فاتت تحت قيادة مستر ريني فايلر، وفي ظل تواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين في صفوف الفريق، وفي ظل كمان سياسة مستر ريني فايلر اللي تتعلق بالتدوير، خصوصا أيضا في ظل الإرهاق اللي ممكن يتعرض ليه بعض اللاعبين، الإيقافات، الإصابات، كل هذه الأمور وكلها تعتبر عقبات دايما في مشوار النادي الأهلي، لكن أكيد الجهاز الفني اللاعبين يقدروا يتعاملوا مع مثل هذه الأمور، وده أمر غاية في الأهمية. بالتالي مباراة اليوم مباراة مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، هنحاول بقدر المستطاع نتابع مع حضراتكم كل كواليس الفريق قبل الوصول لاستاد القاهرة الدولي. احنا عارفين المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء على استاد القاهرة الدولي بإذن الله تعالى، وهي مباراة النادي الأهلي. خليني كمان أتكلم مع حضراتكم في أهم الأخبار اللي بتتعلق بالأهلي بشكل عام واللي بتتعلق بهذه المباراة، بالتحديد بعض الأرقام الخاصة بمباراة اليوم. واحنا عارفين إن الأهلي هيقابل سموحة في الجولة رقم 18 من بطولة الدوري. الأهلي بيتصدر ترتيب البطولة برصيد
48 نقطة، بيسعى من خلال هذه المباراة ان هو يوصل للنقطة رقم 51 في بطولة الدوري من خلال بإذن الله الانتصار رقم 17 في مشواره. كمان خليني أقول لحضراتكم النادي الأهلي هو أقوى خط هجوم في بطولة الدوري وأيضا أقوى خط دفاع. كخط هجوم أحرز 42 هدف، كخط دفاع استقبل بس 3 أهداف ما شاء الله، وده أمر جميل جدا وأرقام مميزة قوي بصراحة بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين. عايز أفكر حضراتكم بقائمة الفريق لمباراة اليوم. قائمة الفريق بتضم حوالي 18 لاعب تحديدا. في حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي ومصطفى شوبير. خط الدفاع رامي ربيعة، محمد هاني، أيمن أشرف، محمود وحيد، أحمد فتحي. خط الوسط أليو ديانج، وليد سليمان، حسين الشحات، عمرو سلية، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ، حسام عاشور، عربي بدر. خط الهجوم مروان محسن، اليو بادجي. دي قائمه النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفينها كده على الشاشه في هذه اللحظات. بيغيب عن النادي الاهلي عدد من اللاعبين، يعني مثلا علي معلول بسبب الاجهاد في العضله الاماميه، جيرالدو بسبب الجزع في اربطه الكاحل، بخلاف طبعا ياسر ابراهيم واجاييه وكهربا للايقاف، يعني بعض الغيابات اللي موجوده في صفوف فريق النادي الاهلي، دي ابرز الغيابات. لكن في كل الاحوال المتواجدين او اللي هيلعبوا هذه المباراه او اللي هيختارهم مستر ريني فايلر اكيد هم على قدر المسؤوليه ويقدروا بكل تاكيد ان هم ياخدوا الثلاث نقاط من مواجهه مهمه واحدى العقبات الصعبه اكيد في مشوار بطوله الدوري، خصوصا ان فريق سموحه بيضم عدد مميز من اللاعبين او لاعبين بامكانيات مميزه يعني تحديدا، وايضا مدير فني مميز جدا وهو الكابتن حماده صدقي طبعا المدرب الشهير. تاريخ مواجهات الاهلي وسموحه في بطوله الدوري، عدد المواجهات الاهلي لعب سموحه 19 مواجهه قبل كده من ساعه ما صعد فريق سموحه لبطوله الدوري الممتاز موسم 2010 2011. الاهلي فاز في 11 مباراه من 19 واتعادلوا في 6 مواجهات، كان منهم 4 مواجهات تعادل ايجابي ومواجهتين فقط بتعادل سلبي. سموحه في المقابل حقق انتصارين فقط على النادي الاهلي في مشوار مواجهات الفريقين منذ صعود فريق سموحه للدوري الممتاز. اكبر نتيجه فوز بالنسبه للنادي الاهلي كانت 4-2، ده كان في موسم 2016 2017. احرز رباعيه النادي الاهلي في هذا التوقيت صالح جمعه هدفين، رامي ربيعه هدف، و مؤمن زكريا أيضا أحرز هدف بالنسبة للنادي الأهلي. كمان عدد أهداف الأهلي في كل مباريات سموحة، الأهلي قدر أن هو يهز شباك سموحة ب 28 هدف في المقابل استقبل 15 هدف فقط. أول لاعب من الأهلي أحرز أهداف في شباك فريق سموحة هو كان النجم الكبير طبعا كابتن محمد أبو تريكة نجم نجوم النادي الأهلي السابق، ودي كانت مباراة جمعت ما بين الفريقتين في يوم 2/12/2010 وكانت انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. آخر هدف طبعا كلنا عارفينه هدف رمضان صبحي مع بداية الدوري هذا الموسم، وأول مباراة والجولة الأولى كانت ما بين الأهلي وسموحة على استاد برج العرب اسكندرية، وكان في أول الدقائق من المباراة كده رمضان صبحي أحرز هدف النادي الأهلي الوحيد في المباراة اللي انتهت بنتيجة 1-0 للنادي الأهلي، وكان من صناعة لمروان محسن مهاجم الفريق في هذه المباراة. خليني أقول لحضراتكم عدد المباريات اللي خرج من خلالها النادي الأهلي بشباك نظيفة أمام فريق سموحة، 8 مباريات تحديدا، في مقابل سموحة خرج بأربع مباريات كلين شيت. طبعا لما هنيجي نتكلم على اكتر اللاعبين خوضا للمباريات مش بس مع سموحه، مع اي فريق، هتلاقي ان هو اكيد حسام عاشور لمسيرته الكبيره والرائعه والتاريخيه مع النادي الاهلي. لعب مباريات عديده في مسيرته، الراجل تجاوز ال 500 مباراه في مسيرته مع النادي الاهلي، فطبيعي جدا لما تيجي تتكلم على المواجهات المباشره ما بين النادي الاهلي واي فريق اخر في بطوله الدوري حاليا، هتلاقي ان اكتر لاعب هذه المواجهات هو حسام عاشور، فبالتالي حسام عاشور هو اكثر اللاعبين مشاركه برصيد 11 مباراة أمام فريق سموحة. عايز كمان أطمن حضراتكم على بعض الإصابات اللي في صفوف فريق النادي الأهلي واللي بالتالي بتغيب عن مباراة اليوم، تحديدا جونيور أجاييه، أو عفوا بخلاف جونيور أجاييه عايز أتكلم على جيرالدو. جونيور أجاييه كده كده موقوف يعني، لكن جيرالدو هو اللي اتصاب في مباراة صن داونز، مباراة الإياب تحديدا، وكان عبارة عن التواء في الكاحل، اتعمل أشعة بالنسبة للاعب، الأشعة أثبتت أنه عنده جزع في الكاحل وهيحتاج فترة علاج وتأهيل تستمر الأسبوعين، بعدها بإذن الله يبتدي يشارك في التدريبات الجماعية ومن ثم يتم تجهيزه للمباريات الرسمية مع النادي الأهلي.
كمان من ضمن الاخبار علي معلول بيخضع لبرنامج تاهيلي، واحنا عارفين ان علي معلول بيعاني من اجهاد في العضله الاماميه بعد المجهود الرائع والكبير اللي بذله على مدار مباراتي صن داونز، فعنده تدريبات تاهيليه كتمهيد ان شاء الله باذن الله للتعافي والمشاركه في التدريبات الجماعيه مع الفريق خلال المرحله المقبله. عايز كمان اطمن حضراتكم على حمدي فتحي ومستجدات البرنامج العلاجي الخاص بيه. احنا عارفين ان حمدي فتحي بيغيب من فتره كبيره بسبب طبعا جراحه الغضروف، غضروف الركبه. هو اللاعب بيواصل تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتاهيلي اللي تم تحديده من قبل الخبير الالماني هيرمان ماير. الامور ماشيه بالنسبه له بشكل نموذجي جدا، يعني الجراحه الحمد لله جيده، البرامج التاهيليه بالنسبه له ماشيه بشكل جيد، بالتحديد طبعا برامج العلاج الطبيعي في كبدايه للتاهيل. يعني الدنيا بالنسبه لحمدي فتحي في الاطار الايجابي جدا بالنسبه للاعب، وان شاء الله يعود قريبا بالنسبه للنادي الاهلي. ده فيما يتعلق بحمدي فتحي. عايز كمان اقول لحضراتكم حكام مباراه اليوم، مباراه الاهلي وسموحه، محمد عادل حكم ساحه بيعاونوا كل من احمد حسام طه ورجب محمد وجلال احمد حكم رابع، خالد جمال حكم فيديو، وابراهيم محجوب مساعد حكم الفيديو. وهي دي اول مباراه في تاريخ النادي الاهلي في بطوله الدوري من خلال استخدام تقنيه الفار اللي تم تطبيقها بشكل رسمي مع بدايه الدور الثاني من بطوله الدوري المصري، ودي خطوه اكيد ايجابيه جدا. خليني كمان قبل ما اخد زميلنا العزيز كريم احمد اقول لحضراتكم خبر خاص بتاجيل مباريات الدوري بكره بسبب ظروف الاحوال الجويه، واحنا عارفين بكرة يعني الجو هيبقى صعب شوية، ففي قرار تم اتخاذه من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل المباريات، مباريات الغد، وتم تحديد مواعيد ليها لكن لسه ما تمش الإعلان عن مواعيد ايه، في انتظار طبعا الموافقات الأمنية اولا، وده اهم شيء. طيب نطمن على فريقنا بشكل اكبر وكواليس اللحظات الأخيرة قبل مباراة اليوم امام سموحة. نروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناة الأهلي. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك يا زميلي امير، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، طمنا على اخر استعدادات النادي الاهلي او كواليس ما قبل مباراه اليوم امام سموحه. الحقيقه طبعا زميلي امير مطمن كالعاده كل جمهور النادي الاهلي، لعبتنا مركزه بشكل كبير جدا، كل المعلومات مرتفعه للجهاز، اللعيبه الحمد لله يعني عارفه قيمه بطوله الدوري العام والاستمرار في ضرب الارقام الثلاثيه وحصاد الثلاث نقاط، لكن زي ما يمكن قلنا يا امير قبل كده الاستعداد والختام بيكون في فتره طويله، يعني ممكن يكون في يوم واثنين وثلاثه بنتمرن ثم بعد كده بيكون في يوم ختامي للتدريب ويبدا النادي الاهلي يتوجه الى معسكر مغلق. النادي الاهلي استعد واختتم بدنيا وذهنيا وطبيا وعمل ريكفري لكل اللعيبه في 24 ساعه فقط لا غير، فامر كان لود كبير جدا على الجهاز الفني وعلى اللاعبين. كمان كابتن سيد عبد الحفيظ كراجل مدير الكره، تجديد الدوافع بشكل مستمر للعيبه، تهيئه اللعيبه، الفصل بين المباريات، كل الامور دي الحقيقه يمكن كان يعني حاجه قياسيه ان انت في 24 ساعه تهيئ اللعيبه بكل هذه الامور عشان مباراه تكون النهارده بعد عوده كانت صعبه جدا من صن داونز وعوده لعيبه النادي الاهلي يوم 9، امر يعني اكيد طبعا النهارده كل الناس منتظره انها تشوف النادي الاهلي، لكن كل الظروف دي كان ممكن يكون في حل غير هذا اليوم اللي يكون فيه في مباراه النادي الاهلي وسموحه. لكن بشكل عام يا امير طبعا متواجدين كالعاده في فندق الاقامه مع الفريق للنادي الاهلي، لعلمكم طبعا الامور الاعتياديه بالنسبه للفطار والغدا، النهارده تكون المحاضره الفنيه الاخيره داخل فندق الاقامه 5:30 ل5:30 مباشره يتوجه النادي الاهلي الى استاد القاهره، يمكن على طول المحاضره بتكون خمس دقائق، وده اللي معودنا عليه مستر ريني بايلر اللي هو بيقول امور بسيطه جدا في فندق الاقامه، ما تستغربش المحاضره من 5 ل7 دقائق وبيتوجه على طول اللاعبين. لكن بشكل عام الحمد لله يعني نقدر نقول ونطمن كل جميل النادي الاهلي، لعيبتنا مركزه جدا في هذه المباراه، راحت عدد من اللاعبين لسه طبعا موضوع للتشكيل، لكن مع الغيابات اللي اكيد كل الناس كل جمهور النادي الاهلي يعلمها، سواء معلول، ياسر ابراهيم، اجاي، كهربا، رمضان، كرامي، جيرالدو، محمد مصلي، عدد كبير جدا من الاصابات، لكن ممكن النهارده نشوف تدمير للاعبين مع الضغط الكبير جدا للمباريات، اكيد مستر هيفاير هيبقى ليه رؤيه النهارده في الدفع ببعض اللاعبين اللي ما يشاركش خلال المباريات الماضيه. أكيد بإذن الله. أنا بشكرك يا كريم شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي ومتواجد في فندق الإقامة الخاص بالفريق وخاص بالمعسكر قبل انطلاق مباراة اليوم أمام سموحة بإذن الله تعالى. عايز طبعا احنا كنا ناسيين محمود متولي كمان من ضمن اللاعبين المميزين جدا واللي عنده إجهاد أيضا عضلي، فبالتالي غايب عن هذه المباراة، لكن الأمور بالنسبة له جيدة وإن شاء الله يعود سريعا بالنسبة للفريق. أقول لحضراتكم أهم مباريات اليوم بشكل سريع في مختلف البطولات، بالتحديد خلينا نبتدي من امبارح وأهم المباريات بالأمس، كان فالنسيا مع أتلانتا في الشامبيونز ليج الأوروبي.
انتهت بفوز اتلانتا بنتيجه 4-3 بعد ما كان فازوا في مباراه الذهاب على فالنسيا بنتيجه 4-1، فبالتالي مجموع المباراتين 8-4. لايبزيج الالماني فاز على توتنهام هوتسبير في مباراه الاياب 3-0 بعد ما كان فاز ايضا في مباراه الذهاب على توتنهام في لندن بنتيجه 1-0، فبالتالي مجموع المباريات 4-0 لصالح لايبزيج الالماني. النهارده مباريات مهمه جدا في الشامبيونز ليج، ليفربول مع اتلتيكو مدريد الاسباني في تمام الساعه 10 مساء. مباراه الذهاب طبعا اكيد حضراتكم عارفين انتهت بفوز اتلتيكو مدريد في واندا متروبوليتانو الملعب الخاص بفريق اتلتيكو مدريد بنتيجه 1-0، بالتالي المباراه هتكون ناريه جدا النهارده بالنسبه لصلاح وزملائه. خلينا نقول لحضراتكم كمان مباراه في نفس التوقيت الساعه 10 مساء ما بين باريس سان جيرمان وبورشيا دورتموند، المباراه الاولى انتهت بفوز بورشيا دورتموند بهدفين مقابل هدف في سيجنال ادونا بارك ملعب دورتموند، مباراة اليوم في فرنسا بكل تأكيد وملعب باريس سان جيرمان. ايضا امبارح كان في مباراة في بطولة الدوري المصري انتهت بفوز او انتهت بالتعادل الايجابي ما بين المقاولين وطلائع الجيش، وفي بعض المباريات الاخرى النهارده ما بين انبي وبيراميدز، الاهلي وسموحة وطنطا ووادي دجلة، ده في بطولة الدوري المصري. عايز افكر حضراتكم بجدول بطولة الدوري لو معانا جماعة وينفع نعرضه يا ريت نعرضه. بالتحديد النادي الاهلي طبعا المركز الاول برصيد 48 نقطه ما شاء الله 16 مباراه 16 انتصار، بيجي بعديه في المركز الثاني مقاولين العرب برصيد 33 نقطه من خلال 18 مباراه، فاز في 10 وتعادل في 3 وخسر 5 زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه لو واضح يعني لحضراتكم الجدول. المركز الثالث بيراميدز لعب 17 مباراه وفاز في 8 تعادل في 5 خسر 4 عنده 29 نقطه. المركز الرابع الزمالك 16 مباراة 9 فوز 4 تعادل 3 هزيمة عنده 28 نقطة وهيتخصم منه 3 نقاط مع نهاية الموسم طبعا بسبب مباراة الأهلي والزمالك التي لم تلعب أو اللي ما وصلش ليها نادي الزمالك لاستاد القاهرة خلال الفترة اللي فاتت. يعني دي أول 4 مراكز في بطولة الدوري الممتاز، بيجي بعد الزمالك الاتحاد السكندري برصيد 70 نقطة. مفيش منافسة قوية أوي في القمة لكن في نفس الوقت البطولة لم تحسم بعد، وده اللي أكيد نركز فيه لاعب النادي الأهلي. عندي تفاصيل كمان كتيرة جدا هتكلم فيها بالتحديد عن صحف اليوم وكيف تناولت الصحف مباراة الأهلي أو ما قبل مباراة الأهلي وسموحة النهاردة، بس هروح للفصل الأول بعد الفصل نرجع نكمل. يلا اهلا بحضراتكم من جديد. خليني اتكلم في جزئيه مهمه جدا قبل ما نستفيض في الحديث بشكل اكبر عن مباراه اليوم ما بين الاهلي وسموحه والعناوين في الصحف قالت ايه النهارده عن المباراه. بالتحديد دايما الواحد بيميل لاي حاجه تعلي اسم بلده مصر، لما لعيب زي محمد صلاح مثلا طبعا هو دايما رافع اسم مصر في العالي، يعني الراجل مشرفنا دايما مشرفنا، لكن لما يبقى يعني صفحه جوه جريده الاسبانيه بتتكلم وحاطه الصوره دي لمحمد صلاح ولاعيبه اتلتيكو مدريد بتكتفه وبتحاول تسقطه على الارض عشان يتاهلوا لدور ربع النهائي من الشامبيونز ليج الاوروبي، هم كاتبين عنوانين، العنوان الاولاني الاسقاط العملاق، العملاق اللي هم قصدهم ليفربول، طبعا ليفربول الفتره الحاليه اخر سنتين ثلاثه هو عملاق اوروبا. فبالنسبه لهم اللي بيرمز لهذا العملاق لما يكون لعيب مصري ويكون اللي هو اللي في الصوره دي محمد صلاح، فده في حد ذاته فخر كبير جدا لينا كلنا كمصريين يعني. فحاجه مهمه وصوره جميله جدا جدا. طبعا هم هنا وقعوا صلاح يعني مثلا مراتا بعض لاعبي اتلتيكو مدريد بخلاف سيميوني كمان المدير الفني، فبالتالي حاجه جيده جدا جدا وتدل على مدى قيمه محمد صلاح ومدى العالميه اللي هو وصل لها يعني ومدى اهميته في مباراه بالنسبه لاتلتيكو مدريد. كمان هم قالوا ايه؟ قالوا صلاح بيقول للاعيبه اتلتيكو مدريد في انتظاركم في الانفيلد، طبعا في اشاره لمباراه اليوم اللي هتكون في 8 الساعه 10 مساء، وهي مباراه غايه في الاهميه والقوه والروعه والاثاره بكل تاكيد ما بين فرقتين كبار ليفربول واتلتيكو مدريد، لكن ده شيء كان لازم نفتخر بيه مع حضراتكم دايما لما يكون محمد صلاح على اغلفه او حتى لو في صفحه داخليه في جريده كبيره زي جريده اس الاسبانيه، فده في حد ذاته فخر كبير جدا للشعب المصري بكل تأكيد. طيب نروح نشوف أخبار الأهلي في الصحف إيه النهاردة. يلا الأهرام، الأهلي يسعى لتكرار الرقم القياسي لجوزيه أمام سموحة.
في الأخبار، الأهلي من دار النار يواجه سموحة والإرهاق اليوم للسيطرة على صدارة الدوري. الجمهورية الرقم 17 هدفه، الأهلي يبحث عن الإنجاز أمام سموحة. الدستور، فايلر يسعى لمعادلة إنجاز مانويل جوزيه في مواجهة سموحة بالدوري اليوم. في الأخبار المسائي، تحدي جديد، الأهلي وسموحة مواجهة قوية للحسم المبكر. الشروق، اليوم مباريات في الجولة 18 للدوري، أهلي فايلر يسعى لمواصلة انتصاراته المتتالية أمام سموحة. السويسري يلجأ لسياسة التدوير والدفع بالبدلاء في ظل الإيقافات والإصابات. صدقي يبحث عن العودة بنقطة التعادل وغياب ناصر ماهر ومحسن بسبب بند الإعارة. نبتدي بجريدة الأهرام واللي اتكلمت عن مباراة اليوم بالنسبة لنادي الأهلي أمام فريق سموحة، وقالت إن الليلة الأهلي يسعى لتكرار الرقم القياسي لمستر مانويل جوزيه من خلال مباراة سموحة. احنا عارفين طبعا، بنفكر بعض دايما، إن مستر مانويل جوزيه في موسم 2004-2005 كان حقق 17 انتصار متتالي لحد ما وصلنا لمباراة المصري البورسعيدي، واللي كان بطل لو تفتكروا كابتن نادر السيد حارس مرمى المصري في هذا التوقيت، وأنقذ كم كبير جدا جدا من الأهداف. مباراة انتهت بالتعادل السلبي في هذا التوقيت، يعني وقف قطار النادي الأهلي عند الانتصار رقم 17 بشكل متتالي. فبالتالي نتمنى إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يوصل للرقم ده من خلال مباراة اليوم أمام سموحة بإذن الله. انبي يصطدم بيراميدز، ودي مباراة من ضمن مباريات الدوري، وأيضا طنطا مع دجلة في بطولة الدوري النهاردة، لقاء الهروب من القاع زي ما وصفوا كده جريدة الأهرام. خلينا نقول جدول الدوري بالنسبة للمباريات الأخرى، يعني ترتيب الفرق الأخرى سواء انبي أو بيراميدز. يعني بيراميدز في المركز الثالث لعب 17 مباراة، فاز في 8 زي ما قلت لحضراتكم من شوية، تعادل في 5 وخسر في 4، عنده 29 نقطة. في المقابل انبي في المركز السادس لعب 17 مباراة، فاز في 6، تعادل في 7 وخسر 4، وعنده 25 نقطة. بالتالي انبي لو فاز النهاردة يقترب ليه فريق بيراميدز ياخد خطوه مهمه. وفي الحقيقه انبي ماشيين بشكل ممتاز مع الكابتن حلمي طولان المدير الفني للفريق، ما خسروش، يعني راجل جه لعب اول مباراه خسرها بس من اول ما جه بعد الكابتن علي ماهر، وبعد كده ما شاء الله انتصارات متتاليه، وتعادل اخر مباراه ليه في الدوري على ما اتذكر. يعني من ضمن كمان مباريات اليوم طنطا ودجله، طنطا في المركز ال 15 17 مباراه، 2 فوز 9 تعادل و6 هزيمه، 15 نقطه. ووادي دجلة في المركز ال 17 المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة من 17 مباراة، 3 فوز 5 تعادل و 9 هزيمة. يعني ده جدول الترتيب بالنسبة للمباريات الأخرى في بطولة الدوري اليوم. الأهم بالنسبة لنا طبعا النادي الأهلي إن شاء الله يوصل انتصاراته ويوصل انتصار رقم 17. تعالوا نروح لجريدة الأخبار، وجريدة الأخبار اللي بتتكلم وبتقول النهاردة إن الأهلي من الدار للنار، في إشارة للمباريات القوية جدا اللي كان بيأخذها النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا من خلال مباراتي الذهاب والإياب أمام صن داونز. فزنا 2-0 في الذهاب، اتعادلنا هناك 1-1 في الإياب، فبالتالي خارج من معركة قوية جدا، معركة رياضية حربية قوية جدا بالنسبة للنادي الأهلي، وداخل على معركة أخرى وهي معركة محلية أمام فريق قوي ومحترم زي فريق سموحة بكل تأكيد. عندك عقبات زي ما بيوصفوا كده جريدة الأخبار، بتتمثل في إيه؟ بتتمثل في الإرهاق، أكيد إرهاق واضح جدا ممكن يكون موجود أو إجهاد بالنسبة لبعض اللاعبين بسبب إن أنت رجعت من 3 أيام بالظبط، يعني أو أقل كمان، رجعت أول إمبارح الصبح، اتمرنت إمبارح وهتلعب المباراة النهاردة، يعني فالوضع صعب، يعني مفيش مساحة كافية للاستشفاء ما بين المباريات بالنسبة للنادي الأهلي، ودي حاجة كانت غريبة علامة استفهام في الحقيقة بالنسبة للجنة المساواة في الاتحاد المصري لكرة القدم. الأهلي بيحاول ان هو يسيطر على الصدارة، لا الأهلي مسيطر ما شاء الله على الصدارة، لكن هو زيادة في التأكيد وزيادة في عدد النقاط الفارق ما بين الأهلي والمقاولين العرب صاحب المركز الثاني، واقتراب اكتر في خصوص طبعا حسم بطولة الدوري بإذن الله تعالى، ده امر مهم ومركز عليه الجهاز الفني واللاعبين. تعالوا نروح للجمهورية واللي بتتكلم على ان الرقم 17 هو الهدف بالنسبة للنادي الأهلي في مباراة اليوم، رغم ان هو مش هدف اساسي بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين. ازاي؟ الهدف المعروف ان النادي الاهلي كل مباراه بيكسب، يعني بيبقى عايز يكسب، يعني هدفه الاساسي ان هو يخرج من المباراه بثلاث نقاط،
ما كانش فيه تركيز الفترة اللي فاتت بالنسبة للرقم 17 ده، ان انا اوصل للرقم اللي عمله مستر مانو لجوزيه، لا التركيز ان انا كنت باخد كل مباراة على حدة. طبعا تصريحات مستر فايلر في احدى المؤتمرات الصحفية، واهمية ان انا اكسب واواصل انتصاراتي بشكل طبيعي. الارقام القياسية بتيجي لوحدها، ان شاء الله ممكن تيجي النهاردة كمعادلة للرقم القياسي، لكن ان شاء الله باذن الله الانجاز زي ما وصفت كده الجمهورية هيكون من خلال تخطي هذا الرقم، الوصول لرقم 18. المعادله ما يعتبرش انجاز، الانجاز تحقق قبل كده خلاص ب 17 انتصار، انت تعادله باذن الله النهارده. لكن لما يكون انجاز جديد هو هيكون من خلال الوصول للانتصار رقم 18 اللي هيكون امام انبي باذن الله تعالى يوم السبت المقبل. نعدي بس خطوه خطوه، الاهلي يكسب النهارده ونشوف مباراه انبي ايه اللي هيحصل فيها. كل التوفيق للنادي الاهلي. تعالوا نروح للاخبار المسائي واللي بتتكلم عن تحدي جديد بالنسبه للفريق، وهو خاص بالمواجهه بتاعت اليوم، مباراة سموحة الأهلي وسموحة، ومواجهة قوية للحسم المبكر كهدف من ضمن أهداف النادي الأهلي هو الحسم المبكر زي ما احنا اتكلمنا مع حضراتكم من فترة كمان والنهاردة كمان، لأن انت كل ما تتخطى عقبات كل ما تقترب بشكل أكبر في حسم بطولة الدوري، وده الهدف اللي أكيد بيسعى ليه كل الجهاز الفني واللاعبين. تعالوا نروح لجريدة الشروق، وجريدة الشروق بتقول إيه؟ بتقول النهاردة ثلاث مباريات في الجولة 18 للدوري، الأهلي أو أهلي فايلر تحديدا يسعى لمواصلة انتصاراته المتتالية أمام سموحة إن شاء الله بإذن الله. السويسري يلجأ لسياسة التدوير، هو مش هيلجأ ليها بشكل مستجد، يعني هو موضوع بيحصل على مدار الفترة اللي فاتت كلها، يعني الراجل بيدور دايما في الفريق لدرجة إن كل ماتش بنتوقع التشكيل بنسبة كبيرة جدا توقع بيطلع غلط بسبب سياسة مستر فايلر الناجحة حتى الآن في الروتيشن والتدوير ما بين اللاعبين، والسياسة دي واضح جدا مدى إيجابيتها بعد التحديات الكتير اللي بيلعبها النادي الاهلي وبيقدر يتخطاها. بيتخطاها ليه؟ عشان عنده عدد كبير جدا من اللاعبين الجاهزين. اللاعبين الجاهزين دول بسبب ايه؟ بسبب ان هم بيخوضوا مباريات مش مركونين فترات طويله، فدي سياسه مميزه جدا في الحقيقه عند مستر ريني فايلر بينجح من خلالها او بتضيف له ايجابيات كتيره جدا بخلال المباريات اللي بتبقى في اوقات حاسمه ومهمه وضيقه كمان جدا زي المواجهات الحاليه سواء افريقيا او محليا. الدفع بالبدلاء في ظل الايقافات والاصابات، واحنا عارفين الايقافات والاصابات اللي عندنا، اللي هيلعبوا هم مش بدلاء برضو لان هم كانوا بيلعبوا لفترات كتيره على مدار الوقت اللي فات. يعني صدقي يبحث عن العوده بنقطه التعادل، دايما دايما بنسمع تصريحات من المدربين على مدار الموسم حتى الان مع النادي الاهلي، التصريحات تتمثل في ايه؟ بتتمثل ان انا بحاول بقدر المستطاع اخرج باقل خسائر امام النادي الاهلي لتفوقه والامكانياته المميزه والكبيره، لكن كره القدم ما بتعترفش بالجزئيه دي، بتعترف بالجهد في الملعب، العمل الشاق على مدار ال 90 دقيقه، بالتالي من خلاله تقدر باذن الله تعالى ان انت تفوز بثلاث نقاط. كابتن حمادة صدقي طبعا حق مشروع عليه، مدرب كبير ومحترم هيحاول ان هو ممكن تكون استراتيجيته ان هو عايز يكسب، ان شاء الله الاهلي هو اللي يكون موفق ويكسب، ممكن يكون استراتيجيته في المباراه ان هو عايز يتعادل يخرج بنقطه، فبرضه هيبقى يعني مكسب لفريق سموحه، لكن في كل الاحوال تمنياتنا طبعا للنادي الاهلي الفوز بالثلاث نقاط في مباراه اليوم. عايز اكمل العنوان في الشروق، وغياب ناصر ماهر ومحسن بسبب بند الاعاره، احنا عارفين ان احنا عندنا بعض المعارين من صفوف النادي الاهلي لفريق سموحه، عندك ناصر ماهر، صلاح محسن، عندك محمد عبد المنعم، عندك كريم يحيى، كل دول مش هيلعبوا مباراه اليوم بسبب بند عدم المشاركه امام النادي الاهلي والبند الموجود في عقود اللاعبين مع سموحه، عقود الاعاره تحديدا. طيب دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، اخبار الاهلي في المواقع نشوفها. سوبر كورة، التشكيلة المتوقعة، أليو باجي يقود هجوم الأهلي ضد سموحة. موقع مبتدأ، فايلر يستغل الدوري لتجهيز باجي لأبطال إفريقيا. الوطن سبورت، عربي بدر، جوكر الأهلي الجديد في خطة فايلر. الشروق، فرج عامر يصف مباراة الأهلي وسموحة بالفيل والنحل. واخيرا فيتو، الاهلي يجهز رمضان صبحي لمواجهه الانتاج الحربي. موقع سوبر كوره بيتوقع التشكيل او بيحاول يتوقع تشكيل النادي الاهلي ويقرا فكر مستر ريني فايلر بالتحديد فيما يتعلق بمباراه اليوم امام سموحه. التشكيل هم قالوا يعني من خلال توقعهم واجتهادهم في حراسة المرمى، محمد الشناوي في خط الدفاع، محمود وحيد بيعود للمشاركة بسبب غياب علي معلول طبعا،
هيكون كمان محمد هاني كظهير ايمن، رامي ربيعه ايمن اشرف كمساكين، في نص الملعب ديانجو سوليه، امامهم افشه وشت واحمد الشيخ وبادجي. ده تشكيل متوقع من قبل موقع سوبر كوره. نروح لمبتدا وبيتكلموا على ان فايلر هيحاول يستغل الدوري لتجهيز بادجي لابطال افريقيا. يعني طبعا احنا عارفين ان اهم شيء والشغل الشاغل بالنسبه لكل جماهير الاهلي هو الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا باذن الله هذا العام، وخصوصا انت ماشي بشكل ممتاز وقدرت ان انت تقصي اقوى فريق في افريقيا هذا الموسم او على مدار عدد من المواسم كما هو فريق صن داونز. فبالتالي هنا بيتكلموا بنظره تحليليه شويه ان بادجي هيلعب اساسي وهيستغل مستر فايلر الفتره اللي جايه مشاركه اللاعب في بطوله الدوري عشان يبقى فيه جزء كبير من الانسجام ما بين بادجي وزملائه، فبالتالي يقدر يستفاد منه بشكل اكبر في بطولات دوري ابطال افريقيا بطوله يعني واستكمالها. رغم كده كمان احنا عندنا بخلاف بادجي عندنا مروان محسن مهاجم مميز، عندنا جونيور اجاي بيجيد في هذا المركز بشكل ممتاز كمان. ففي كل الاحوال افكار عند مستر ريني فايلر، هو ادرى بكيفيه توظيف اللاعبين وكيفيه الاستفاده من كل لاعب على حسب المباريات اللي بيقابلها، لكن احنا ما نقدرش نتوقع اي شيء. هل فعلا بادجي هيبتدي اساسي؟ حتى لو ابتدى اساسي النهارده هيكمل اساسي الفتره الجايه ولا هنلاقي مروان محسن؟ كلها امور متروكه للجهاز الفني وان شاء الله نتمنى له دايما التوفيق. تعالوا نروح للوطن سبورت وبيتكلموا على لعيب مهم جدا بالمناسبه وهو عربي بدر، واللي متواجد في قائمه النادي الاهلي لمباراه اليوم قائمه ال 18 لاعب، وهم بيصفوه بالجوكر الجديد في النادي الاهلي وفي خطه مستر ريني فايلر. ليه جوكر؟ لان اللاعب من افضل اللاعبين المتواجدين في قطاع ناشئ النادي الاهلي في الحقيقه، بيلعب في مركز المساك، بيلعب في مركز وسط الملعب، فبيجيد من اكثر في اكثر من مركز في الحقيقه. ده امر مميز جدا عند لاعب زي عربي بدر لسه ناشئ بيحاول ياخد خبرات كتيره. واضح ان مستر فايلر معجب بيه وهو فعلا لعيب يستحق، يعني امكانياته جيده جدا، وارد ان ممكن نلاقي اللاعب ده بيشارك سواء بشكل اساسي او كبديل على مدار احداث المباراه. لكن في كل الاحوال هو لاعب مميز وان شاء الله يكون اضافه لفريق النادي الاهلي. والجوكر دايما اللاعب الجوكر اي مدير فني بيبقى بيميل ناحيته. ليه؟ لان احنا مثلا عارفين طبعا حضراتكم على مدار مباريات كتيره عديده لما بيبقى عندنا لعيب بقيمه وقامه احمد فتحي موجود كظهير ايمن، شفنا مثلا في مباراه صن داونز عمل تغيير مستر فايلر، طلع متولي ونزل محمد هاني ظهير ايمن وحط احمد فتحي في نص الملعب لانه بيجيد اللاعب في نص الملعب جوكر. عندك احمد فتحي كمان بيلعب ظهير ايسر، فكل ما يبقى عندك عناصر كتيره كجواكر اصحاب امكانيات مميزه في مختلف المراكز فهتلاقي المدير الفني دايما بيلجا لهم، دايما بيميل ليهم، بيحبس تواجدهم في الفريق عشان بيدوا له اريحيه في التغييرات سواء في مجريات المباراه او ك تغييرات وتبديلات في الشوط الثاني يعني تحديدا. فاتمنى العربي بدر كل التوفيق سواء لعب كمدافع او في وسط ملعب النادي الاهلي في مباراه اليوم او في مختلف المباريات الاخرى. تعالوا نروح للشروق وتصريح للمهندس فرج عامر رئيس سموحه، واللي بيتكلم وبيوصف مباراه الاهلي وسموحه بالفيل والنحله. وهو بيتطرق لايه؟ هو بيتكلم على ان يعني المباراه صعبة جدا للفرقتين وان فريق ما حدش يقدر يتوقع مين اللي هيكسب يعني في المباراة. انا عايز اجيب لحضراتكم التصريح بالظبط على تويتر. كتب المهندس فرج عامر قال ان الاهلي وسموحة مباراة بين الفيل والنحلة، الفيل ما بيقدرش يمسك النحلة والنحلة ما تقدرش تتغلب على الفيل، يعني المعنى الواضح ما حدش فيهم يقدر على التاني. ده التويتة بتاعت المهندس فرج عامر. لكن في كل الاحوال الارقام نفسها بتتكلم يعني ما بين الفرق، ودي ارقام تاريخيه على ارض الواقع الدنيا بتختلف. مباراه 90 دقيقه 11 لعيب هنا 11 لعيب هنا وكلهم بامكانيات جيده، وارد اي شيء في كره القدم. لكن في كل الاحوال لما نيجي نتكلم على الارقام لا، في فرق في الامكانيات، في فرق في ترتيب الدوري، فرق كبير في عدد النقاط في الانتصارات. يعني مثلا خلينا نقول الاهلي في المركز الاول 48 نقطه 16 انتصار متتالي، سموحه في المركز او لعب 17 مباراه فاز في 5 في المركز السابع، هو فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر في 3 24 نقطة. ففي فارق في النقاط يعني تقريبا الضعف ما بين الأهلي وسموحة. لكن في كل الأحوال يعني تويتة تحفيزية من رئيس نادي سموحة للاعبيه، وده حقه يعني حق مشروع طبيعي جدا، حق مشروع لأي فريق يحاول إن هو يكسب، حق مشروع لأي مسؤول إن هو يشجع لعيبته يعني. تبقى المباراة في الملعب وإن شاء الله الأهلي هو اللي يكون موفق في هذه المباراة. تعالوا نروح لفيتو، والبعض هيحاول يتكلم في الخبر ده شويه، يقول احنا الخبر ده يعني مستنيينه بقالنا فتره او الناس كانت بتتكلم فيه.
الاهلي يجهز رمضان صبحي لمواجهه الانتاج الحربي. ده حقيقي يا جماعه، خلاص يعني بنسبه كبيره جدا 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 رمضان صبحي ممكن يكون متواجد في قائمه النادي الاهلي لمباراه الانتاج الحربي اللي هي هتكون بعد مباراه انبي. ان لم يكن متواجد في قائمه مباراه انبي، الله اعلم اللي هيحصل خلال الفتره الجايه، لكن اللي نقدر ناكد عليه ان اللاعب خلاص شفي من الاصابه، برامج تاهيليه مع نهايتها، المفروض امبارح المران كان مغلق، ما نعرفش كان شارك بشكل كامل ولا لا. مران بكره مثلا لو في مران طبعا الله اعلم، ما اعتقدش انه هيبقى فيه بسبب سوء احوال الجويه، لكن لو موجود تدريب للنادي الاهلي ممكن نشوف رمضان بيشارك في كل فقرات المران. لكن المؤكد ان اللاعب اقترب بنسبه كبيره جدا جدا للانضمام لقائمه النادي الاهلي في مختلف المباريات باذن الله، واكيد رمضان اضافه مميزه للغايه لاي مدير فني بالتحديد للنادي الاهلي مستر فايلر خلال الفتره اللي جايه. دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، تعالوا نروح شويه كده نشوف بعض الاخبار المحليه والعالميه. يلا. سوبر كوره، اشرف صبحي، المباريات المحليه والافريقيه بدون جماهير ومنها مصر وتوب. بوابه الشروق، وزاره الرياضه تطالب الاتحادات بالرجوع اليها قبل اتخاذ اي قرار يخص كورونا. بوابة فيتو، المهدي سليمان يحجز مقعدا بحراسة المنتخب. اليوم السابع رسميا فيفا يرسل اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة وتطبيق بند الثمان سنوات. الوطن سبورت، الجبلية تناقش أعراض كورونا وطرق الوقاية منها في مؤتمر طبي السبت. البوابة سبورت، أولمبياكوس يكشف حقيقة إصابة لاعب منتخب مصر بفيروس كورونا. موقع يلا كورة، المدرب أشاد به، تقارير بشكتاش يدرس استعارة النني موسم آخر. الفجر الرياضي، الدوري الإنجليزي مهدد بالإلغاء في هذه الحالة. موقع مبتدأ، اليابان كورونا قد يتسبب في تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 عاما أو عامين. سريعا هعلق مع حضراتكم على أبرز الأخبار المحلية والعالمية قبل ما نختم حلقتنا النهاردة. نبتدي بسوبر كورة واللي بتتكلم على تصريح للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللي قال إن المباريات المحلية والأفريقية بدون جماهير ومنها مصر وتوجو فيديو. البعض بيحاول يتريق على الجزئية دي، يقول لك ما احنا كده كده ما بنلعبش بجمهور، احنا كده كده. موضوع التريقة ده بقى زيادة شوية في الحقيقة، لكن في كل الأحوال احنا ما بنلعبش بجمهور، لكن خلي بالك بيحضر 1000 ساعات بيوصلوا لخمسة في مختلف المباريات يعني. فبرضه كإجراء احترازي إن أنت مش هتخلي حد يحضر خالص المباريات عشان تتفادى تفاشي او تفشي هذا الفيروس يعني. فده قرار طبعا مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضه اعلن عنه بالامس، واتحاد الكره كمان اعلن بخصوص هذا الاتجاه يعني. تعالوا نروح لبوابه الشروق اللي بتتكلم عن وزاره الرياضه تطالب الاتحادات بالرجوع اليها قبل اتخاذ اي قرار يخص كورونا. يعني ما فيش اي اتحاد يطلع كده يقول ايه اي قرار بخصوص الفيروس ده غير لما يرجع لوزاره الشباب والرياضه عشان يبقى فيه تنسيق كامل، عشان ما يبقاش فيه حاله جدل، ده امر مفروغ منه ومهم. سريعا بوابه فيتو بتتكلم عن مهدي سليمان ان هو حجز خلاص مقعدا في حراسه مرمى المنتخب في المعسكر القادم ان اقيم يعني هذا المعسكر، لان احنا عارفين مباراته ممكن ما تتلعبش يعني المباراتين كمان بسبب فيروس كورونا، لكن مهدي سليمان هو الحارس الثالث طبقا لاجتهاد بوابه فيتو مع محمد الشناوي ومحمد ابو جبل، وان مهدي سليمان كان بينافس محمد بسام وتم الاستقرار في النهايه بالنسبه للجهاز الفني المنتخب على ان مهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز هو اللي يكون متواجد. سريعا ايضا عايز اتكلم على البوابه سبورت وخبر احمد حسن كوكا واولمبياكوس يكشف حقيقه اصابه لاعب منتخب مصر فيروس كورونا. احنا نوضح لحضراتكم الصوره بشكل مفصل. مالك نادي اولمبياكوس اعلن امبارح ان هو جاله الفيروس، عنده فيروس كورونا، فبالتالي كاجراء ايضا احترازي كشفوا على كل اللاعبين وكل من يعمل في اولمبياكوس علشان يعرفوا هل حد تعرض للفيروس او تعدى من مالك النادي ولا لا. كمان تم تاجيل مباراه ارسنال ومانشستر سيتي النهارده في الدوري الانجليزي. ايه علاقه ده بده؟ علاقته ان رئيس اولمبياكوس كان نزل صافح لاعبي ارسنال بعد فوز اولمبياكوس على ارسنال في مباريات الدوري الاوروبي، فايضا كاجراء احترازي هيتم الكشف على كل لاعبي ارسنال. والحاله الوحيده اللي ممكن يتم فيها الغاء الدوري الانجليزي هذا الموسم ان يظهر حاله من ضمن
اللاعبين المتواجدين في مختلف الانديه في بطوله الدوري الممتاز. نتمنى ان ده ما يحصلش ان شاء الله، والكل يبقى بسلامه وبخير. دي كانت بعض الاخبار المحليه والعالميه الاهم بالنسبه لنا، وانا بختم مع حضراتكم ان شاء الله الاهلي يكون موفق في مباراه اليوم اللي هتكون في تمام الساعه 7:30 مساء على استاد القاهره الدولي، ويقدر ان هو يفوز على سموحه وثلاث نقاط اضافيه في رصيد النادي الاهلي في بطوله الدوري، وكمان الوصول للانتصار رقم 17 كمعادله لرقم قياسي حققه النادي الاهلي في موسم 2004-2005. دي حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، بعد شويه هيكون معاكم الكابتن اسلام الشاطر في ملعب الاهلي ونظره تحليليه تفصيليه لما قبل مباراه الاهلي وسموحه. الى اللقاء.